مع الإيدز. هذا الإعلان كان مهما جدا. لقاحات شلل الأطفال كانت ملوثة في الخمسينات بفيروس القردة SV40. استنتج توم كيرتس أن نفس الشيء حدث مع انتقال الإيدز للإنسان. أجداد فيروس HIV هي فيروس القردة. وكيرتس بدأ يدرس حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الكونغو. نظرت إلى لقاح شلل الأطفال في الحملة الذي استخدمه الدكتور كوبروفسكي في الكونغو البلجيكي السابق من منتصف إلى أواخر الخمسينات، وركزت على تلك الحملة بسبب بعض التشابهات الجغرافية للمكان الذي قال العلماء إن الإيدز أصاب فيه الإنسان الذي كان في نفس هذه المنطقة. وهذه المنطقة المشهورة من أفريقيا هي بالضبط مركز وباء الإيدز. نظرية كيرتس ستهز الوسط العلمي، حيث ستتهم واحدا منه وهو باحث رائد في الكفاح ضد شلل الأطفال، إنه هيلاري كوبروفسكي. كان هنا شعور كبير في الجالية العلمية إنهم تعرضوا للخطر بطريقة ما. إذا كان هناك صحفي يكتب مقالات في رولينغ ستون، يا إلهي ماذا عن كرامتنا؟ لذا كان هناك الكثير من القلق من وجهة نظر تيك، وكان هناك الكثير من القلق بسبب أن كاتبه صحفي محترف، وأنهم كانوا خائفين من ألا يحصن الناس أطفالهم ضد شلل الأطفال. كيف استطاع فيروس القردة تلويث اللقاح؟ استنتاج كيرتس مشحف بالنتائج، حيث يضع إجراء تصنيع لقاح شلل الأطفال على المحك، وهو أحد أكبر إنجازات الطب الحديث. لفهم ما حدث نعود إلى حقبة شلل الأطفال. ففي عام 1958 كانت أمريكا تواجه بلوى مخزية ظهرت قبل أكثر من 50 سنة. إنه شلل الأطفال، هذا المرض الذي لا شفاء منه. تسعون مليون أمريكي أخذوا تطعيما عن طريق واحدة من أكبر حملات التطعيم التي نظمت في ذلك الوقت. لقاح شلل الأطفال واحد من أكبر نجاحات تاريخ الطب، وقد صنع من مخترعه جوناس سالك بطلا. 64 مليون Americans to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to have that. لكن لقاح شلل الأطفال ميزته أنه الأول الذي يصنع من أجزاء من القردة. فتح سوق عملاق لإشباع حاجات تجارة كبيرة. استعمل القرد في كل مرة كحقل تجارب وكمادة أولى للقاح شلل الأطفال. وصلت قرود الماكاك إلى أمريكا بشحنات كاملة من الهند والفلبين. للقيام بزراعة مبدئية من كلى القرود احتجنا كلى القرد، احتجنا قوارير أو قناني، احتجنا وسطا للزراعة، وهذا كان يكمل عادة بمصل العجل الجنيني أو بمصل الحصان الذي استعمل على نطاق واسع، وأصبحنا في خضم العمل. يحصل المرء على قطعة من النسيج وبعد ذلك يقسمها، وطريقة تقسيمها أولا في أبشع الطرق هي أخذ مقص، وتبدأ بالقص وتستمر حتى يصبح لديك مزيج من الخلايا الخام نسبيا، حيث توجد فيه كتل وقطع. آه،
تضعها في القوارير وتتركها تستقر حتى تكون طبقة واحدة من الخلايا. تضيف فيروس شلل الأطفال وبعدها تجمع السائل من الزراعة وتنتقل الخلايا وتزيل بقايا الخلية. عندها يكون لديك مزيج من الفيروس. عندها يمكنك قتله بالفورم الديهايد وتضعه في قناني وتسميه لقاح شلل الأطفال. هكذا كان الأمر. لذا فإن محاولة الحصول على زراعة صافية كليا كالزراعة المبدئية صعبة جدا. يمكن أن تأخذ زراعة من خلايا كلية القرد التي تبدو صافية جدا، لكن إذا نظرت إلى سطوحها أو إذا صبغتها أو نظرت بمجهر خاص يمكن أن تلاحظ وجود أنواع أخرى من الخلايا هناك. وهذه الخلايا الأخرى يمكن أن تكون قد أصيبت بفيروسات، بالإضافة إلى رغبتنا في القضاء على مرض أخذنا خطر توليد مرض آخر. السلطات الصحية والعلماء والهيئات الحكومية كانت على علم بالمخاطر، لكنها أخفت هذه المعلومة. كانت الباحثة بيرنس إيدي في إدارة الأغذية والأدوية أول من عرف مؤشرات وجود هذه الفيروسات وإيجادها. هناك الكثير من المناقشات الداخلية في إدارة الغذاء والدواء عن أخذها لأمثلة من أورام الفئران لمشرفيها، وعلى ما يبدو فقد تحيزت ضد الاحتمال لأن هذا يمكن أن يكون فيروسا سيئا، لكنها قدمت عملها في اجتماع في نيويورك وانتقدت مرة أخرى بسبب ذلك. على إثر ذلك وجد الدكتور سويت والدكتور هيلرمان نفس الفيروس الذي سمعوا عنه وسموه SV40. في تلك الحقبة نفسها أسست مدونات الفيروسات الدقيقة ونشرت في الأدب الطبي، ولم يكن SV40 سوى الرقم 40 في قائمة طويلة. أعتقد أنه كان علينا التوقف عن استعمال أنسجة كلية القرد عام 1960، لكننا وصلنا عمل ذلك. إن شركات الأدوية هي التي تقرر هذا حقا. لقد طوروا المرافق وطرق العمل التي ستكلفهم الكثير من المال إذا اضطروا للقيام بالأمر بطريقة مختلفة عنها. حقيقة إن الشيء الذي يجعلني غاضبا أنه لدينا الآن القدرة الجينية لأن نصنع لقاح شلل أطفال صناعي. ولكننا لا نفعل. نحن نواصل طحن أجزاء القردة وحقنها في الأطفال. استخدام القرود لتصنيع اللقاح كان وسيظل دائما خطرا. نقطة بداية نظرية كيرتس كانت صحيحة. لقاح شلل الأطفال كان ملوثا بفيروس من القرد، لكن هذا لا يكفي لفهم ظهور مرض الإيدز. فحسب كورتيس لم يكن كوبروفسكي يصنع لقاحه من قرود المكاك، لكن بقرود أفريقيا الخضراء، وهنا يرتكب خطأً. القرد الأخضر لا يحمل الفيروس الجد لمرض الإيدز. شعر هيلاري كوبروفسكي بأن شرفه كان قد دنس وبأنه تم إيذاؤه بجدية. رولينج ستون انسحبت واعتذرت علناً لنشر المقال، وتلك كانت كما يقولون للوقت الحاضر. اعتقدت أنه يجب على الناس التفكير بأنفسهم، أن يقيموا الدليل ويقرروا. وفي الغالب فكرت بأن عليهم اختبار اللقاح ببساطة لاكتشاف إن كانت هذه النظرية يمكن الاعتماد عليها أم لا، لأن النظريات هي الطريقة التي يتقدم بها العلم، وحتى النظريات التي يتضح أنها غير حقيقية تساعد في تقدم العلم. لذا شعرت أنه كان سؤالا مشروعا، وشعرت أنني تحت الحصار قليلا من قبل المجتمع الطبي،
والبعض في الصحافة العلمية الذين كانوا يتصرفون كما لو أنني كنت زنديقاً.